بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم، كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم في الدورة البرامجية الجديدة لقناة فور شباب، ومرحبا بكم في حراك. نستهل أولى الحلقات بقراءة الأوضاع المتفجرة في الوطن العربي، حيث قوات التحالف على أبواب صنعاء، والحوثيون الشراذم ينكفئون إلى جحورهم ومعهم قوات المخلوع صالح. هناك سوريا حيث الساحة، حيث تأزم الوضع بدخول الروس المعركة وانخذال الأمريكيين وترك الساحة لهم، فيما العراق لا يزال في طائفيته المقيتة التي تحكم، وأيضا هناك وجود تنظيم داعش المتطرف الذي أتى الكل رافعا شعار محاربته. كيف ستكون الأوضاع وكيف انعكاسها علينا؟ وما هو موقف دول الخليج مما يحصل اليوم؟ وكيف السبيل للخروج من هذه المحن التي تحيط بنا؟ أيها السادة، قراءات المرحلة هو عنوان حلقة حراك اليوم، ويسرنا استضافة الدكتور عوض القرني المفكر الإسلامي المعروف، وأيضا سنشرف بمداخلتين من الأستاذ جمال خاشقجي الكاتب والمحلل السياسي السعودي المعروف، وأيضا من باريس الباحث والمفكر العربي أنور مالك. حياكم الله وأهلا وسهلا بك يا شيخ عوض، ونتشرف أن تكون ضيف حراك في الدورة الجديدة. حياك الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبقناة فور شباب الغراء وبرنامجك في عمره المديد بإذن الله سبحانه وتعالى، والمفيد والماتع. وأحييك وأحيي الإخوة المشاهدين في كل مكان والإخوة الكرام الذين سيشاركون معنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا في القول والعمل، وأن يجعلنا نقدم ما ننال به أولا رضوانه سبحانه وتعالى، ثم رضا وإفادة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. يا جزاك الله خير شيخ عوض. مباشرة نبدأ من التدخل الروسي المجحف والمفاجئ في سوريا. تعددت الأسباب الحقيقة، يعني هناك من يقول مصالحها، هناك من يقول بسبب يعني الشيشانيين والداغستانيين في تنظيم داعش ملخبطة، هناك من يقول اتفاق مسبق بينهم وبين الأمريكان. برأيك ما السبب؟ أنا عادة لا أتجه في تفسير الأحداث الكبرى إلى ما أسميه أحادية السبب، نعم، بل حتما الأحداث الكبرى تكون نتيجة لحزمة من الأسباب، نعم، وإن كان الوزن النسبي لكل منها يختلف، وأيضا تبادل هذه الأوزان يحصل في كل مرحلة من مراحل الحدث أيا كان الحدث، نعم. فربما كل ما أشرت إليه في سؤالك هو من الأسباب وهو واقع، نعم، وربما هناك أيضا أسباب أخرى غير هذه، نعم. فروسيا بلا شك أنها لا زالت دولة إمبراطورية، أي، مع سقوط الاتحاد السوفيتي ومع ما أصابها من ضعف وانكسار وانكفاء بعد حرب أفغانستان وتفكك الاتحاد السوفيتي، لكنها استعادت عافيتها، وخاصة بعدما أصبح يقودها رجل المخابرات بوتين وطموحاته القيصرية والاستعمارية والإمبراطورية، وبالتالي فهي رقم لا يمكن تجاوزه في الأحداث العالمية، نعم، ولها مصالحها في المنطقة وبالذات في سوريا، وسوريا من ذو الخمسينات الميلادية وهي محسوبة على المعسكر الشرقي، صحيح، تسليحا وسياسة وحتى حكما، يعني كان حكمها اليساريون في أغلب فتراتها، سواء كانوا من الماركسيين شركاء أو لما انفرد بها البعثيون اليساريون العرب. جميل، صحيح. فهي تعتبر منطقة نفوذ أيضا. بلا شك أن روسيا عانت من المقاومة الإسلامية الشريفة في الشيشان وفي القوقاز، نعم، وأنها دمرت غروزني ودولة الشيشان غيرها، صحيح، ودمرت من أجل هذه المقاومة، وكثير ممن فقدوا أسرهم وأبائهم وإخوانهم في القوقاز هم الآن في بلاد الشام وفي العراق، صحيح.
فهي تريد يعني أن تستبق أن تجعل نعم الحرب هناك حرب وليس استباقية. نعم حرب استباقية أو حرب وقائية. أمر آخر أيضا وحقيقة لا يجوز إغفاله أن الغربيون يعني عندما بدأت أحداث سوريا كانت استراتيجيتهم تقوم على جلب المتطرفين من السنة ومن الشيعة نعم. وجعل سوريا محرقة لهم صحيح. واستنزاف المنطقة وخيرات المنطقة نعم. ولذلك هم لم يسمحوا لأحد الطرفين أن ينتصر على الآخر نعم. ربما الآن أصبحوا في حاجة إلى تسوية سريعة ونهائية. وظروف الدول الغربية السياسية فعدة دول فيها مقبلة على انتخابات الآن لا تسمح لها بالمغامرة غير المحسوبة العواقب أن تباشر هي نعم. وكذلك ظروفهم العسكرية بعد حرب العراق وأفغانستان. نحن نتحدث عن أنا دعني آتي إلى جزئية الحقيقة نعم. لأنها مهمة جدا. موضوع مباركة الكنيسة الأرثوذكسية سنشير إليها. دخلوا واعتبروها حرب مقدسة سنشير إلى هذا. وقاموا الكهنة هناك والكاردينالات نعم. الصلوات بالصلوات والتلاوات نعم سنشير إلى هذا بلا شك. لكن أيضا الأهم عن وجهة نظري أنا أساس الغربيون طبعا نتحدث عن أمريكا عندما نتحدث عن الغرب. أما الجمهوريات الأوروبية كلها فهي عايشة في الظل الأمريكي يعني صحيح. بعد الحرب العالمية الثانية إلى الآن. لكن أمريكا ربما من مصلحتها أن تعجل الآن بتسوية نهائية في سوريا لا تستطيع هي أن تباشرها وهي أدركت الطموحات القيصرية عند بوتين فدغدغت عواطفه وربما كان هناك اتفاق من تحت الطاولة وأيضا يريدون استنزافه واستنزاف روسيا وتركيعها. مشكلة سوريا بالدرجة الأولى مشكلتها أنها على تخوم الكيان الصهيوني وبالتالي أي تغيير فيها مهما كان طفيفا الغربيون والشرقيون يتوقعون أن تكون له آثار بعيدة المدى فهما يحسبون الأمور بدقة. بلا شك الجميع ومن شاهد المقابلة التي كانت قريب مع كيري في فضائية الجزيرة ردد عدة مرات أن الجميع يسعى وحتى ذكر اسم بعض الدول العربية يسعى لإقامة دولة علمانية علمانية أكررها كثيرا يعني. طبعا أنتم تزعمون الديمقراطية طيب لماذا تستبقون الأحداث؟ اتركوا الشعب يختار هو دعوه يختار الشعب. فهذا جانب. الجانب الآخر أيضا الذي نشير إليه ولا يجوز إغفاله أبدا المشروع الإيراني إيران الآن تتحرك كبداية إمبراطورية ولا ترى أن في المنطقة من يكافئها ترى أو يقف في وجهها خصوصا بعد اتفاقها مع أمريكا ما في شك. يعني وأيضا لمح لأنها ستكون جندي المنطقة ما في شك هي فتقاطعت المصالح الروسية مع الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية في المنطقة وهي التي كان نتيجتها التدخل الروسي بالصورة التي نراها. لكنني أقول يقدرون ويقدر الله سبحانه وتعالى وتابع إلا أقدر الله نعم. يعني يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إذا أبى الله شيء بالتأكيد. فهو الذي يكون نعم. بالنسبة لما أشرت إليه موضوع الكنيسة الأرثوذكسية لأنه لها تداعيات كبيرة يعني هذه أولا هي تعبر كما قال بوش أيضا أنه أتى إلى العراق لحرب صليبية صحيح. وكما قال قبله غورو ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين نعم. وكما قال الليمبي نعم. اليوم انتهت الحروب الصليبية لما دخل القدس في الحرب العالمية الأولى نعم. كلهم يعبرون عن المستكن في أعماق لا شعور الإنسان الغربي نعم. وتحاورت أنا مع بعض كبار علمانيين الغرب علمانيين تماما نعم. فيقولون في أعماق أعماقنا لازلنا صليبيين وإن كنا لا نأتي الكنيسة ولا ندخلها أبدا على الإطلاق. فأولا يعني باب الكنيسة الأرثوذكسية أو يعني الراعي لها في موسكو هو عبر عن هذه المشاعر الغربية التي ينظرون إلينا بها مع الأسف الشديد وكثير من نخبنا وأجيالنا ويستبعد هذا ولا يؤمن بهذا على الإطلاق لكن هكذا القوم هذا الواقع. طيب هنا الخطورة هنا يا شيخ في مباركة الكنيسة الأرثوذكسية وجعلها حربا مقدسة أنهم يقدمون هدية يعني مجانية لداعش وطروحات داعش ومن قال ومن قال لك أنهم لا يريدون أن توجد هذه الحرب الدينية ما دام ميدانها في ديار المسلمين وثمنها دماء المسلمين
ومقدرات المسلمين ومستقبل المسلمين نعم. ما عنده مشكلة أن تقوم. أيضا في جانب آخر أن الساسة الذين قد لا يكون بوتين صاحبه يعني تطلعات دينية، لكن الساسة يوظفون هذا الجانب للجوانب المعنوية صحيح، من أجل دغدغة عواطف شعوبهم وكسب تأييدها، وإن كان الأحمق سيخلق له مشكلة غير عادية، يعني في 30 مليون أو 35 مليون أو 40 مليون مسلم في روسيا صحيح، والإحصاءات تقول أنهم الأكثر توالدا وأنهم سيكون أكثرية في المستقبل ليس البعيد، وجنود مسلمون في الجيش الروسي أكيد الجيش الروسي، وإن كانوا قد لا يكونوا في سوريا الآن لا يكون في سوريا الآن. المهم كل هذه المعطيات لابد أن تكون واضحة في الأذهان. نعم. وأنا حقيقة يعني أقول قد تكون أمام العرب، ولا نستطيع أن نقول العرب لأن أنا أعتقد أن بعض الدول العربية ضالعة في الحين، يعني طبعا واضح تأييد صريح أيدوا بشكل صريح بوتين بعض الدول العربية رسميا صحيح، والبعض يؤيده وإن لم يعلنوا ذلك. نعم. وكيري ذكر أن فيه اتفاق وذكر أسماء ثلاث دول عربية صحيح، اتفاق على أن يبقى بشار في المرحلة الانتقالية كما اسمها. نعم. التي لا حد لها مرحلة الانتقالية هذه. فأقول بعض العرب وأنا أعني بالدرجة الأولى القاطرة العربية الإسلامية التي تقودها المملكة العربية السعودية بقيادتها. نعم. أقول قد يكون أمامهم فرصة تاريخية. كيف؟ الآن لتأديب روسيا كما تأدب الاتحاد السوفيتي. صحيح أن الغرب وأمريكا كان لهم مصلحة في إسقاط روسيا سابقا، لكنني أقول أيضا الآن أن أمريكا من مصلحتها استنزاف روسيا. لدينا إشكال في الموقف الأمريكي يا شيخ عوض، يعني ما يعني غير واضح، ما أنت عارف الأمريكان ما الذي يطمحونه. أنا أعتقد أن على المدى القريب أن أمريكا أعطت ضوء أخضر لروسيا للتدخل. أيوة. لأن تحقق أهداف آنية لأمريكا. صحيح. الآن. نعم. على المدى البعيد هي تطمح أمريكا وتتمنى أن تستنزف روسيا. نعم. وأن يدمى أنفها لئلا تكرر قضية أوكرانيا والقرم وجورجيا وغيرها من البلدان. نعم. وأن تعود إلى بيت الطاعة الغربي. تستبعد أن الأمريكان يعني، ولأن سياسة أوباما هكذا في عدم التدخل المباشر وأنها انسحبت، وأن هناك كانت طبخة بين أمريكا وبين روسيا وجوع على أثرها الروس. أنا قلت تستبعد لا هذا؟ أنا لا أستبعد هذا، أنا أقول أن أمريكا ليس في إمكانها التدخل الآن المباشر. أولا هي مقبلة على الانتخابات. نعم. ثانيا هي خرجت دامية تلعق جراحها في أفغانستان والعراق. نعم. ثالثا أوضاع الاقتصادي لا تسمح لها بحرب جديدة. نعم. ووجدت كما قلت مغامر تحرك يعني عواطفه الأحلام القيصرية والأمبراطورية وهو بوتين، فأرادت أن تستغل هذه الأحلام. نعم. لديه وأيضا فيها استنزاف للرجل أو لدولته على المدى البعيد. نعم. هذا الذي أنا أتوقعه، لكنني دعني أعود للأهم. طيب. أقول أن التحالف العربي الإسلامي. نعم. الذي لا زال وأرجو أن يثبت وأن يبقى. نعم. رافضا لهذا التدخل الروسي المجرم. نعم. أمامه خطوتان لن تتسبب في مواجهة عسكرية مباشرة على ثرى سوريا. نعم. كما يخشى بعض الساسة. صحيح. وفي الوقت نفسه ستذل روسيا وتستنزفها. الخطوة الأولى هي توحيد المعارضة السورية المسلحة. جميل. والسياسية أيضا، يعني توحيد المعارضة السياسية. هناك اختلاف يعني في داخل المنظومة توحد. أنت تعرف يعني أن بعض الفصائل نحن نراها إسلامية معتدلة، الآخرون لا يرونها على الإطلاق. إذا يعني اتفق الداعمون اتفقت هذه. نعم. وحقيقة كمثال في الداخل السوري الفصائل المسلحة، إذا اتفق الجيش الإسلامي في منطقة دمشق وجنوب سوريا. نعم. مع أحرار الشام في شمال سوريا مع لواء التوحيد. نعم. وبعض الكتائب هذه ستشكل الأكثرية، وهم عندما شكلوا جيش الفتح في بعض المواقع اجتاحوا قوات النظام. صحيح. وهذا الذي جعل سوريا تولول والأسد يولول. نعم. روسيا آسف تولول. إذن توحيد القوى السياسية. والأمر الثاني الدعم النوعي بالسلاح ضد الدروع وضد الطائرات، ونحن رأينا في فترة أسبوعين مع أنهم لم يتمكنوا من أخذ التدريب الكافي. نعم. ولا التسليح الكافي ولا يصل جميع الجهات،
لكن رأينا في خلال أسبوعين بعد التدخل الروسي يعني مذبحة للدبابات الروسية وإسقاط للطائرات الروسية وقصف للقيادة الروسية في الساحل ومذبحة للجنرالات الإيرانيين والقادة حزب الله. إذا نحن نستطيع أن نفعل شيء أمامنا الآن تركيا. أنا لا أريد أن أخذل يا شيخ، ولكن دعني أكون في موقف السياسي الذي ربما يتابعك الآن ويقول يا شيخ عوض يعني أنت فين؟ الله يجزاك خير. تبغانا نحن ما زلنا الآن في حرب اليمن، تبي تفتح لنا الجبهة ومع من؟ مع من؟ مع روسيا القوة العظمى. يعني فتح جبهتين في وقت واحد، هل نحن باستطاعتنا هذا يا شيخ؟ إن لم نقاوم روسيا في دمشق وحلب، روسيا وإيران مع المباركة الغربية على خجل واستحياء، إن لم نقاومها هناك إلى أن تتغير موازين القوى والظروف سنضطر لنقاومها في عواصم عربية أخرى. نحن لا خيار لنا. أحيانا السياسي والقائد ليس أمامه خيار. ثم أنا أقول حقيقة كل تجارب الشعوب المقاومة للاحتلال لم تدخل وهناك توازن قوى، لكن شعوب تمتلك الإرادة الصلبة والشعب السوري يمتلكها، قدم إلى الآن قرابة نصف مليون شهيد وأكثر من 10 مليون لاجي، ما لن يتراجع الشعب السوري الوراء أبدا بعد هذه التضحيات. فأنا أقول أنت الآن طرحت يعني نقطتين في قضية توحيد المعارضة المسلحة والتسليح النوعي، دعم النوعي وكذا، بقيت قضية أنا أحب أشير إليه وأنا أشرت إليه بعض كتاباتي، أن المسارعة إلى إنجاز المهمة في اليمن سيسهل المهمة في سوريا. يا أخي القوات الروسية أنا يعني ذهبت لأفغانستان يعني زمن ومرات ذهبت اليمن. القوات الروسية كما قلت أنا في بعض تغريداتي هي بعبع مخيف، لكن لا يملكون إرادة ولا عقل ولا قلب. عرفناهم في روسيا. الشعب الأفغاني تسريحا كان أضعف من الشعب السوري، صحيح، وأقل وعيا وأقل تدريبا وأقل. الآن السوريون أثبتوا بطولات هائلة أمامهم إيران. لا هنا لعلي معليش أخالفك الرأي، هناك كانت أمريكا تدعم. أمريكا يعني بكل ثقلها بكل طيب يعني يا أستاذي الكريم وإخوتي الكرام المشاهدين في كل مكان، أمريكا لم تتدخل بجندي واحد في أفغانستان بالتأكيد، كان سلاحا نوعيا. وحتى لم ينجحوا في توحيد المجاهدين. وهذا الذي نطالب به في سوريا. نحن بدون أمريكا قادرون على أن ندعم بسلاح نوعي. طيب الآن هذه النقطتين اللي طرحتهم، ألا ترى أننا وضعنا العرب قبل الحصان، قبل أن نذهب إلى توحيد المعارضة هذه يا شيخ عوض؟ يعني هل سنبادر نحن كسعودية فقط في هذا، أم نبحث عن الذين؟ أنا قلت قبل قليل، قلت أن هناك قاطرة عربية إسلامية ينبغي التنسيق قبلا، أي بعضها يعلن تأييده إلى الآن علنا للشعب السوري، وهناك عدد من الدول يعني لم تعلن بشكل قوي تأييدها، لكنها ستكون في صفنا حتما. أنت لماذا متحفظ أمامي على ذكر أسماءهم؟ لا أذكر الأسماء. أمامنا تركيا، أمامنا قطر، أمامنا المغرب، أمامنا بعض الدول الإسلامية الأخرى، الدول الخليجية، بعض الدول الخليجية مثل يعني أتوقع ما في إلا قطر. لا أنا أتوقع الكويت والبحرين ستكون معنا، أتوقع لن صحيح. البحرين الكويت خذلونا في اليمن وما شاء الله. الكويت يعني أنا أعرف أن بعض الطيران الكويتي مشارك في التحالف، بعض الطيران، لكنهم أيضا يمرون بظروف صعبة داخليا، والميليشيات الإيرانية والعراقية على حدودهم، فقد يكون هذا الأمر مقدر، لكنني أنا أقول الشعب السوري لن يحوجنا إلى مقاتل واحد يدخل الأرض السورية. جميل. الشعب السوري فقط يقول أعطونا السلاح والغطاء السياسي ونحن نكفيكم في المهمة. نحن الآن هناك صراع، يعني أنا أقول للساسة أقول إن التخلي عن شعب سوريا هو أعظم المقولات واللافتات التي ترفعها المنظمات الغالية المتطرفة الإرهابية. ولو أفقدوا هذه الحجة لما بقي لهم حجة مع الشباب. صحيح. على الإطلاق شبابنا صدق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أقول الشعوب لن تتخلى عن بلاد الشام. الشعوب لن تتخلى، فالأنظمة
التي تخلى عن بلاد الشام ستواجه شعوبها ثم سيقاتلها أعداؤها في عواصمها. نعم. طيب أستاذنك يا شيخ عوض الآن للذهاب إلى الأستاذ جمال الخاشقجي الكاتب والمحلل السياسي، حياك الله أستاذ جمال. حياكم الله وحيا الله شيخ عوض. أبو صلاح، يعني دعني أبدأ من تصريح وزير خارجيتنا عادل الجبير، صرح قبل أيام بقبولنا يعني لمرحلة انتقالية يكون فيها بشار. السؤال هنا، هل تغير موقفنا من القضية السورية أو يعني راعينا الدخول الروسي؟ هل نوع من الاتفاق يعني تدور خلف الكواليس؟ أعتقد أن المملكة ماضية في مسارين، مسار دعم الثورة السورية، وهذا الدعم حصل بشكل غير أكثر من الأول بعد العدوان الروسي، والمسار الآخر هو المسار السياسي. المملكة وتركيا يبدو أنهما تفاكرا في الموضوع وأطلقا مبادرة اللي دفع المجتمع الدولي إلى إطلاق المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية تعني نهاية النظام، لأنه عندما تقول مرحلة تبدأ ولابد أن تنتهي. من يرأس سوريا تلك المرحلة؟ إذا قيل أنه بشار فليكن بشار، المهم أن تبدأ. لكن المرحلة هذه بما قال أشار ضيفي الشيخ عوض مفتوحة، يعني مفتوحة وما ندري تمتد ممكن ستة أشهر إلى عشر سنوات يا أبو صلاح. لا لا، أي مرحلة انتقالية معروف معناها إيش؟ معناها أشهر مرحلة انتقالية، لكن المهم أن تبدأ. يعني ترى حتى الآن لنا تفاءل كثيرا. أنا أميل إلى أن الروس لا يزال يراهن على الحل العسكري، وسوف يسوف في موضوع المرحلة الانتقالية، يستخدموه مثل ما استخدموا موضوع جنيف واحد وجنيف اثنين، ولكن لن يبدأوا بالمرحلة الانتقالية إلا إن كانوا تحت ضغطا شديدا على أرض البعث. جميل. أبو صلاح، أنت يعني ناديت بمجرد دخول روسيا الحرب وغردت في هذا، ناديت بعاصفة حزم سعودية في سوريا، وأنا للتو أيضا كلمت الشيخ عوض، يعني وأنا أقول هل من الحكمة، هل من العقل أن نفتح الآن جبهتين وأنت مع من في سوريا تصادم روسيا بكل عظمتها التي تعرف وأعرف؟ ربما الخط انقطع حتى يعود إلينا الأستاذ جمال، يعني هل من تعليق على نعم مقام؟ نعم، أولا العظمة لله سبحانه وتعالى وليست روسيا، وروسيا كان جزء من الاتحاد السوفيتي. نعم. وكما قلت في أفغانستان هزمت وأدميت ومزقت. إذا كانت القضية عادلة والشعب يملك الإرادة وفضاؤه يعني أمته تشد أزره، فلن تستطيع قوة أن تتغلب عليه. أمريكا دخلت العراق وخرجت منه دليلة خاسرة، وكل القوى الاستعمارية عبر التاريخ. فروسيا ليست بدعا، وكما قلت مرة أخرى ليس هناك أحد يطالب المملكة ولا غيرها من الدول التي تدعم المقاومة أن تذهب بجيوشها وكتائبها إلى سوريا. نعم. لا السوريون يطالبون، ولا من يناصر السوريين يطالبون. نعم. ولا حتى الحكومات تفكر هذا التفكير، لأنه نعم. غير منطقي. صحيح. وحتى المملكة بينها وبين سوريا دول أخرى. نعم. يعني العراق وغيرها. إذن الحل في هذه القضية، نعم، هو تأهيل ودعم وتوحيد المقاومة السورية. نعم. وهي ستكفينا في هذه المهمة. السؤال هنا، نعم، والصعب والحرج، هل سيرضى الغرب بهذا؟ الغرب في مرحلة كما قلت لك قبل قليل لا يملك أن يرفض نهائيا. نعم. ولذلك اضطروا أن يعطوا روسيا ضوءا أخضر ويحاولوا أن يستثمروه. نعم. واضطروا أن يصطلحوا مع إيران ويحاولوا أن يستثمروه. نعم. وربما كانوا غير راضين عن عاصفة الحزم في اليمن. نعم. واضطروا في النهاية أن يتوافقوا معها ويحاولوا تمطيطها. نعم. وإيجادها إخراجها من محتواها وأن يتصالحوا معها ويستثمروها. نعم. أيضا في سوريا سنضطرهم لهذا.
على الأقل تفجير أنقرة، هناك من قال أنها رسالة بلا يعني شك بلا شك، والقلاقل في تركيا أنها رسالة، وربما القلاقل في السعودية أنها رسالة، وربما بعض الأزمات الاقتصادية التي بدأت تطل برأسها على المنطقة أنها رسالة، لكن قدر الأمم الحية أن تنتزع انتصاراتها وأن تحقق إنجازاتها في الأوقات الصعبة. أما في الأوقات السهلة كلنا يستطيع أن يفعل ذلك. صحيح، انتصاراتنا عبر تاريخنا كلها كانت في أوقات صعبة وأزمات كبيرة جدا. صحيح، ونحن أولا الله سبحانه وتعالى معنا، نحن أمة ولدت لتحيا لا لتموت. نعم. وثانيا نحن أصحاب قضية عادلة بكل المقاييس. نعم. حتى لو استبعدنا المقياس الديني الشرعي. نعم. قضية الشعب السوري قضية عادلة لا يختلف كما الشعب الفلسطيني، أنا أتوقع عندنا حديث عن فلسطين. نعم. كما الشعب الفلسطيني، كما قضايا عادلة، والقضايا العادلة تنتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله تعالى. شيخ عوض، أستاذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدين، وأستاذنك يا شيخ عوض، يعني عاد لنا الأستاذ جمال خاشقجي. أبو صلاح، أنا سأبدأ من حيث ما انتهيت، كنت تطالب يعني بعاصفة حزم سعودية، ووقف يعني بعض المتخصصين والمراقبين يعني من هذه الدعوة، وأنت وغيرك دعا كثير، يعني كيف تستطيع السعودية أو دول الخليج فتح جبهتين في آن واحد؟ يعني ليس من العقل وليس من الحكمة، وأنت من تصادم هناك في سوريا؟ تصادم روسيا، يعني ما تصادم إيران، تفضل. يعني كان ذلك قبل التدخل الروسي في أفغانستان، ولعل الجميع لاحظ تصريحات علي الجوبير وزير الخارجية عدة مرات عندما أشار إلى أن بشار سوف يذهب إما سلماً وإما بعملية عسكرية. بالتأكيد عدل الجوبير لم يستخدم مصطلح عملية عسكرية إلا وهو يعلم بمعناها ومقتضاها. فأحد تفسيرات التدخل الروسي هو لقطع الطريق أمام أي تدخل عسكري مباشر من المملكة ومن تركيا. الأتراك أيضا كانت لديهم عملية مقررة، وهي توسيع أو تأسيس منطقة آمنة هناك، وهذه أحد التفاسير أنه قطع للطريق أمام الأتراك وأمام السعوديين. بالطبع الآن هذه الفكرة إذا كانت صعبة ذلك الوقت فهي أصعب اليوم، فلا أتوقع أن شيئا كهذا سيحصل. وإن كان وزير الخارجية القطري أشار أمس في تصريحات للسي إن إن عن أن احتمال أو اختيار الاستخدام العسكري ما زال قائما لدى السعودية وقطر. الذي أميل إليه أنه مستبعد طالما أن الروس هناك في سوريا، ولكن تصعيد الدعم العسكري للثوار أعتقد هذا حاصل. المملكة لن يصرح مسؤول سعودي بأننا أرسلنا صواريخ تاو إلى سوريا، ولكن الجميع يعلم المملكة لديها مخزون يصل إلى 13,000 صاروخ تاو، والآن في سوريا ما بين 500 إلى 1000 صاروخ تاو، وقد أبلت بلاء حسنا ضد الطائرات السورية. هنالك أيضا صفقة الآن المملكة تعقدها لشراء صواريخ حرارية جوية، ومن دولة غير أوروبية وغير الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن صواريخ مانباد الأمريكية لا نستطيع بمقتضى الاتفاق أن نرسلها إلى طرف ثالث. صح. ولكن وهذه أيضا تسريبات ليست معلومات دقيقة، لكن الشاهد في الحديث أن المملكة عازمة على نصرة الثورة السورية ومنع انتصار إيران هناك مهما كلف الأمر. الله يبشرك بالخير. آتي للموقف المريب إلى الآن، يعني ما احنا عارفين، وناقشت هذا الأمر مع الشيخ عوض، موقف الولايات المتحدة، يعني ما هل تم هذا بتنسيق بين روسيا والولايات المتحدة؟ هذا الانسحاب المفاجئ، هذا السكوت المريب، ما احنا عارفين موقفها، أين الولايات المتحدة مما يحدث في سوريا؟ هل ترضى وهي يعني ترى أنها الإمبراطورية الأولى في العالم أن يعني تقوم روسيا رغم عن أنفها بهذا التدخل؟ شوف، الموقف الأمريكي السابق هو عدم التدخل. الوضع السوري
لا يعتبر خطر على أمنهم القومي، هكذا حللوه، وبالتالي لم يهتموا بالتدخل وتركوا ما يحصل للسوريين يحصل. ولكن يجب أن نتذكر جميعا أنه التدخل السوري في أوله قد يستغرق فترة طويلة لكي يتبلور الموقف. الأمريكي حتى الآن متردد، غير متحمس للتدخل، حتى عندما يتحدث عن دعم الثوار في سوريا يقول أنه يدعمه لمحاربة داعش فقط. نعم. وعندما يرسل أسلحة يرسلها بإسقاط جوي، غريب، لماذا ترسلها بإسقاط جوي بينما بإمكانك أن ترسلها عبر الحدود التركية؟ صحيح. إلى الثوار هناك ويرسلها إلى الثوار الأكراد. فالآن الأمريكي يدعم الأكراد ضد داعش الذين هم عرب، هذا وصفة غير جيدة، يعني حري بأحد أن يقول الأمريكان أنهم مخطئين بذلك. مشروعهم لتجنيد أو تدريب ثوار سوريين فشل، لأن السوري يقول لهم أنا لا أجد مبرر أو معنى بأن أقاتل داعش فقط وألتزم بذلك وأترك الجيش النظامي جيش بشار الأسد. لأن السوري يقرأ المشهد، لاحظ أنه كلما تتقدم القوات النظامية على الأرض يتقدم معها داعش. صحيح. العدو المشترك أمام الثوار هو داعش وقوات بشار الإيرانيين. يعني هذا التحالف المغيض الغير منطقي ما بين داعش والإيرانيين والروس والنظام السوري، بغض النظر عن تحليله وتفسيره، ولكن هذا هو الواقع الذي يستطيع أي سوري لو تتصلوا به من حلب أن يحدثكم عن معاناتهم، أنهم بينما يقاتلون النظام ضررهم مكشوف من جهة داعش، وإن كان داعش في النظام يعلن صراحة الكراهية والبغضاء، لكن على الأرض العدو الذي يواجه الثورة السورية هو داعش والنظام معا. أنت ذكرت تو قطر، وسأختم مداخلتك به الحقيقة، يعني راج في مواقع التواصل الاجتماعي اتفاقية يعني كبيرة بين قطر وبين إيران، وأنه يسمح للإيرانيين بالدخول وأشياء كثيرة وتهويل. الحقيقة يعني إلى أي مدى صحت هذه غير صحيح. شوف، في مصنع في الواتساب وفي السوشيال ميديا لترويج الشائعات أشبه بصناع الكوابيس حقون زمان، فهذا المصنع هو الذي روج ذلك الخبر. هذه اتفاقية عادية جدا وقعتها معظم دول الخليج، هي لمتابعة المهربين لا أكثر ولا أقل، ولكن في إطار تصفية الحسابات ما بين بعض الدول الشقيقة والشقيقة يتم الترويج لمثل هذه التسريبات الخاطئة. بالتأكيد قطر لن توقع على اتفاقية تجعل إيران تحميها، هذا مستحيل جدا. قطر ومع بقية دول الخليج من أكثر الدول المساندة والمؤيدة للموقف السوري. وطيب ليش قطر ما وضحت هذه؟ هنا ربما شيء من العتاب للإعلام القطري. في إشكال أنه هذه كلها إشاعات واتساب وليس خبر نشر على صحيفة محترمة. كلها إشاعات واتساب لا أكثر ولا أقل، وربما في يوم من الأيام تحتاج أن تعملوا حلقة حول التعامل مع أخبار واتساب. والله صحيح، لأنها مؤثرة لا يستهان بها، تحدث بلبلة وتحدث شيء من التأليب وإغارة الصدور. يبقى معنا أحبابتي، استمع التعليق. تريد أن يبقى؟ طيب الشيخ عوض، مع أنه قال صناع الكوابيس وأنا قمت طيب بين حماني. أنا يا أبا صلاح. تفضل يا عوض. يا أخي الكريم، أنا أولا أثني على ما قلت وأعلق عليه في النقاط التالية. تفضل. أولا، أنا ظني أن الموقف الأمريكي من التدخل الروسي هو كما قيل في المثل العربي، ما أمرت به ولم يسؤني، أو ما أمرت بها ولم تسؤني. أمريكا الكثير من أهدافها التي تريد أن تتحقق لها في بلاد الشام، وبالتالي انعكاساتها على العراق وعلى فلسطين وعلى المنطقة العربية ستتحقق لها بالتدخل الروسي. أمريكا لن ترضى على الإطلاق أن يسقط نظام بشار ويكون البديل بديلا إسلاميا أيا كانت درجة إسلاميته، والقوى الموجودة في الساحة عسكريا وسياسيا هي قوى إسلامية. فأمريكا من مصلحتها قبل إسقاط بشار أن تنظف الساحة من هذه القوى،
وهي غير قادرة على ذلك لظروف سياسية الآن مقبلة على انتخابات وظروف عسكرية إلى الآن يلعقون جراحهم في أفغانستان والعراق وأزمات اقتصادية طاحنة مروا بها وبوتون عنده تطلعات قيصرية فليبدأ هو أو ليمارس هو أو ليقوم هو بالدور القذر نيابة عنهم وسيتحقق لهم هدف آخر هو استنزاف روسيا وجعل تجثو على ركبتيها في المستقبل. فأنا ظني أن أمريكا وإن لم تعلن ذلك صراحة فهي موافقة على التدخل الروسي ضمن ضوابط ولذلك الآن هم يتفقون على أن لا يقع اشتباك خاطي بين الطيران في الأجواء السورية يعني الجميع يعملون في ميدان واحد وساحة واحدة وأنا أقر في التنسيق واحدة. هذا أولا. ثانيا أنا يعني لا أظن أن عاقلا يطالب بأن تتدخل المملكة والدول المؤيدة للشعب السوري مباشرة لكن كما أشرت أنت قبل قليل شعب يملك الإرادة مصمم على انتزاع حقوقه إذا نحن دعمناه دعما حقيقيا بسلاح نوعي وبتوحيده سياسيا وعسكريا فسنقلم أظافر الإرهاب والتطرف الذي هو أحدى أدوات التدخل الاستعماري في المنطقة بشكل غير مباشر وسنسقط النظام وسنجعل روسيا تقبل بعد ذلك بالحلول العربية والإسلامية في المنطقة. هذا الذي يظهر لي في هذه القضية. هل من تعليق أبو صلاح قبل أن نودعك؟ أنا أعتقد أن المملكة لم تغسل يدها تماما من الأمريكان. الأمريكان في تدافع عندهم هنالك من يقول بأننا نخطئ بترك روسيا تسرح في الشرق الأوسط ولكن المسألة لم تحسم. هنالك من يرى بترك روسيا تغوص في الشرق الأوسط ونتركها كأمريكان كما وصفها توماس فريدمان لنترك بوتين يصعد الشجرة ثم يطلب منا المساعدة لكي ينزل منها لكن المحصلة النهائية هو الضرر على الشعب السوري. تورط الروس في سوريا تكلفته باهظة على الشعب السوري. الروس مجرمين في حروبهم غير رحيمين وأسلحتهم ليست بذلك الذكاء والدقة والآن بدأ تركيا تشهد موجات نزوح جديدة من السوريين النازحين من القصف الروسي. فالموقف الأمريكي نعم لا يعول عليه ولكن يجب أن لا نقطع الأمل منه ولكن حاليا المملكة العربية السعودية فيما يبدو لي وهذه قراءتي تتصرف كقائدة في المنطقة مع الأتراك والقطريين بدون الاعتماد على أحد إلا الله. شكرا الأستاذ جمال خاشقجي على هذه المداخلة. في ثنايا مداخلة أبو صلاح ذكر داعش الحقيقة وقال أيضا الموقف المريب تجاهها من الأمريكان ومن الإسرائيليين ونظام بشار وكذا، هل من تعليق يا شيخ؟ أنا قلت مرات وكرات أن الظروف التي أنتجت داعش خلقها الأمريكان بتدخلهم في العراق وبعد ذلك بوقوفهم بقوة دون انتصار الشعب السوري في بلاد الشام. الأمريكان والإيرانيون أوجدوا الظروف والبيئة التي نبتت فيها بذور التطرف والغلو التي كانت ثمرته هذه النبتات هي الإرهاب. بغض النظر عن الاختراقات الاستخباراتية والتاريخ البعثي والتاريخ الكذا والتاريخ للقيادات التي تدير هذه العملية لكن نحن نتحدث عن الشباب المقرر بهم الذين يشكلون أكثر من 90% وهم وقود هذه العمليات الإرهابية المتطرفة والتي قد تكون مقاصدهم حسنة وإن كانت أعمالهم في غاية السوء على أمتهم لكن بلا شك في المحصلة النهائية وأنا قلت في برنامجك هذا في مناسبة قبل زمن أن داعش تحقق 3 أهداف داعش ومثيلاتها بالضبط كل 3 الأهداف ليست في مصلحة الأمة. أولا هي توجد محرقة لجذب الشباب المسلم من العالم كله وإحراقه فيها وتفريغ بلدانهم والقضاء عليهم. الأمر الثاني تشويه صورة الإسلام في العالم. الأمر الثالث تدمير المنطقة واستنزاف خيراتها في الحروب والحروب المضادة والدمار. وهذه المحصلة النهائية التي تحققها يعني ليس هناك لا قاعدة شرعية ولا عقل مستبصر
يمكن أن يقول أن هذه الحركات العدمية ستجلب إلى الأمة خيرا. هذا إذا لم نغص أكثر ونتحدث عن 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 التنسيق الاستخباراتي المريب الذي أشار الأستاذ جمال إليه، وهو ظاهر للعيان. يعني مثلا الآن في الأحداث، يعني في الأسبوع الأول سوريا الطائرات الروسية قصفت المقاومة غير الداعشية أكثر من 50 طلعة، وقصفت مرتين مواقع هامشية للدولة. بعد أن تفرغ من قصف مواقع المقاومة الطائرات الروسية تجتاحها القوة الداعشية، فإذا انتهت منها سلمت بعض المواقع لجيش النظام بلا طلقة واحدة. هذا كله الآن ثابت في سوريا. يعني كيف نوصل هذه للشباب السعودي المتأثر الملتاث بي؟ الشباب مع الأسف لا يستمعون لي ولا لك ولا لأمثالنا، هم عاكفون على أجهزتهم. الشباب المتأثرين أما أكثر شباب أمتنا لا، يعني إذا تأثر بضع مئات ولا بضع آلاف فالملايين على عكس هذا والحمد لله. أنا أقول يعني هؤلاء الشباب المساكين هم يرون أن إسرائيل تعربد في فلسطين وفي الأقصى، وأن بشار يعربد في سوريا بدعم إيران وحزب الله والآن روسيا، ويرون أن إيران احتلت العراق ووضعت وكلاءها وموظفيها يحكمونه. هذه الصورة التي يرونها. وهناك يقال لهم عبر وسائل التواصل هذه نحن الجهة الوحيدة التي ستحرر هذه البلدان وتقاوم هذه القوى، فيندفعون المساكين. ولذلك نحن في حاجة إلى 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 تفكير عميق في استنقاذ هؤلاء الشباب. صحيح. أنا لا أقول يعني مجرد إنقاذ أوطانهم منهم وإنقاذ الأمة منهم، صحيح نحن نقول هنا أن دعم الشعب السوري ودعم الشعب الفلسطيني ودعم الشعب العراقي لمقاومة المحتل الغازي، وقلناها سابقا، هذه القضية عندنا قضية دين وقضية مستقبل أمتنا، لا نمالي فيها هذا ولا نداري، لكن نقول هذه الطريقة التي تسلكونها أنتم لن تؤدي إلى تحرير الأوطان، بل هي ستؤدي إلى تدمير الشعوب وإلى تدمير الأوطان وإلى تسليمها للعدو جثث مثخنة هامدة. هذه الحقيقة. بلا شك يعني أن هؤلاء الشباب يمتلكون العاطفة المتأججة المخلصون الصادقون منهم، لكنهم لا يملكون الفقه ولا يملكون الوعي على الإطلاق. طبعا سينزلون غدا ويقولون عندي وعنك أنتم في الغرف المكيفة وفي كذا وفي كذا. صح. ليست هذه القضية. أنا قبل أن يولد هؤلاء كنت في أفغانستان أحمل السلاح، قبل أن يولد هؤلاء وعندما خرج الروس من كابل وبدأ القتال بين المجاهدين خرجت من أفغانستان ورفضت أن أذهب حتى تحت لافتات الإصلاح بين المجاهدين، ونحن مقصرون بلا شك، لكن لا يعني عدم تقصيرنا أن نقترف الكبائر في حق أمتنا. دعني أنتقل مباشرة يعني إلى موضوع فلسطين. كتبت إن دعمنا لثورتي، أنت في تغريدة لك في 13 أكتوبر، دعمنا لثورتي سوريا وفلسطين ليس تفضلا منا بل هو واجب شرعي ودفاع عن مقدساتنا وأنفسنا ومستقبلنا والمتبقي من عواصمنا. ما الرسالة التي أردت إيصالها باختصار؟ باختصار شديد أنا أعلم أننا في هذه المرحلة الراهنة المؤلمة لأمتنا، أعلم أن من ساستنا وأن من مثقفينا وأن من علمائنا الذين إذا نهضوا نهضت بهم الأمة من هو يتحرق شوقا إلى نصرة أمته. فنحن نريد أن ندعم هؤلاء وأن نقول لهم أن أمتكم وأن علمائها وأن مثقفيها يقفون وراءكم في الاتجاه الصحيح وفي القرارات الصائبة. وشباب فلسطين الذين خرجوا نزلوا الميادين لا يملكون في مواجهة الدبابة والبندقية إلا سكين المطبخ والحجارة، جديرون بأن يسمعوا صوتنا وأن ندعمهم وأن نقف معهم. وأنا أعتقد في هذا الزمن في هذا الراهن أن قضية سوريا وقضية فلسطين قضية واحدة، ولم يعد سرا كما نشر في وسائل الإعلام أن هناك غرفة تنسيق مشتركة بين الصهاينة وبين روسيا الآن. فهم كلهم ينطلقون من مبدأ واحد وكل منهم يمثل الآخر. نحن في حاجة إلى أن نقف مع هؤلاء. أنا أقول بالذات قضية فلسطين، أنا قبل قليل قلت سلاح النوعي في سوريا. أنا أقول في فلسطين يحتاجون دعما مالي، يحتاجون رفع الحصار، يحتاجون منع القوى التي الأيدي التي تخنقهم ويشد الخناق الصهاينة بأيد عربية. هذا الذي يحتاجونه. المقادسة الذين ضربوا أربع الأمثلة شبابهم وفتياتهم يحتاجون منا فقط إلى أن نثبتهم في السنة بميزانية مباراة من مباريات الأندية.
وأنا في هذا المقام طبعا الكل يسعى إلى الضغط على الأمة لتطبع مع الصهاينة نكاية بالفلسطينيين. صحيح. أنا في هذا المقام أشكر المملكة على رفضها تحت أي ضغوط مهما كانت النتائج أن يذهب منتخبها للمباراة بعد أن تختم جوازاته بالأختام الإسرائيلية حتى وإن كانت مع فريق فلسطيني. نعم. أشكرهم على هذا الموقف. صح هو موقف رياضي. نعم. لكن له دلالات سياسية ومعنى كبير. دلالات نعم. سياسية والقيمية. نعم. أنا أشكرهم ونؤيدهم وأدعو الشعب إلى أن يعلنوا صوتهم بتأييدهم في هذا الموقف. نعم. جميل. نعم. آتي لليمن سريعا أيضا لأن الوقت أدركنا، يعني كيف قراءتك لما يحصل الآن في اليمن والنهاية التي ليس يعني أمامنا في اليمن إلا الانتصار. لا لا والانتصار السريع لا يمكن الانتصار. والانتصار السريع من أجل سوريا. نعم. الانتصار النصر السريع هنا. نعم. سيعجل بالحسم في سوريا. نعم. وظني أن ليس أن الآن الحوثي وعلي عبد الله صالح. نعم. يعلمون أنه ليس أمامهم إلا الهزيمة والاستسلام. نعم. هم يحاولون الآن أن يحسنوا شروط الاستسلام فقط. نعم. فقط. صحيح اليمن يعني تأثر كثيرا، نحن قدمنا ثمنا باهظا من أبنائنا ورجالنا وجنودنا ومناطقنا الحدودية وأموالنا، لكنه واجبنا الشرعي الذي سيسجل بحروف من ذهب في صفحات من نور لنا. صحيح. إخواننا وجيراننا وبنو عمومتنا وتاريخنا، هذه خسرة الجزيرة. لأن كانت بلاد الشام هي الساحة الأمامية. نعم. للحجاز، فإن اليمن هي الساحة الخلفية لها. نعم. وبالتالي ليس أمامنا خيار إلا النصر في اليمن، والنصر قادم بإذن الله وأقرب مما يتصور الجميع، وأنا على صلة يومية بجميع محافظات اليمن وأعلم. نعم. ماذا يجري فيها. نعم. والجميع كل منطقة لم يصل إليها قوات التحالف في الليل والنهار تنفذ العمليات ضد يعني الميليشيا الإيرانية الصفوية. نعم. وضد المجنون الذي أراد أن يبيع شعبه ووطنه لإيران معهم، ونصر قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا لم يدخلوا صنعاء إلى الآن مع أنه يعني مطوقة؟ هناك عدة محافظات لابد أن تسقط وتحسم القضية فيها قبل صنعاء. تعز لابد أن تسقط، إب لابد أن تسقط، الجوف هم بدأوا فيها. نعم. احتمال عمران. نعم. واحتمال أن تؤجل عمران مع صعدة. نعم. وحجة. نعم. لابد من يعني ضبط الحصار في الحديدة والساحل. نعم. لابد من هذا قبل الدخول لصنعاء. ثم صنعاء فيها سكان كثير جدا. نعم. فهناك ترتيبات مع القبائل الموجودة في صنعاء وفي حزام صنعاء وفي داخل صنعاء، بل أؤكد لك أن داخل صنعاء مقاومة مستعدة لحسم الأمر من داخلها عندما تصبح قوات التحالف على أبوابها. يا سلام. وأؤكد لك هذا. الله هذه من مصادر وثيقة. نعم. أمس يا أخي، أمس في يوم أمس. أي. المقاومة في أزال التي. أي. هي صنعاء عمران صعدة ذمار. أي. اجتماع حوثي عفاشي قيادي في صنعاء نفذ فيه عملية قتل فيه 15 من القادة. أي. القادة العسكريين الميدانيين. وجرح فيه العشرات في قلب صنعاء في يوم أمس. طبعا أنا آتي للسؤال الأخير والوقت أدركنا، يعني فقط توجيه رسالة، ما هو المطلوب من هذا المواطن الذي يراك الآن ويستمع لك؟ أيضا ما هو الداعية طالب العلم المثقف في أتون هذه الحروب التي يعني نعيشها؟ أولا يجب أن نكون متفائلين وأن نكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن نعلم كما قلت أن هذه الأمة وجدت لتحيا لتنتصر. نعم. لتبقى. نعم. وأنها هي التي ستسلم الحياة إلى الآخرة، أمتنا. نعم. التي ستسلم الدنيا للآخرة. نعم. الأمر الثاني. نعم. أن نقف يعني لا 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 يتؤثر علينا. نعم. الشائعات ووسائل الإعلام والمغرضين. صحيح. وأن. نعم. نقف مع إخواننا، مع شعوبنا، مع قضايانا، مع قيادتنا. نعم. مع علمائنا. هناك من يشكك حتى في القيادة وأنه خطأهم. مع جيشنا. نعم. ليسوا معصومين القادة ولسنا معصومين. نعم. لكن هناك فرق بين من اتجاهه في الطريق الصواب الصحيح. نعم. مع جميع المخاطر ثم تقع أخطاء في التنفيذ. نعم. وبين من اتجاهه كبعض القيادات مع الأسف في بعض الدول الأخرى. نعم. في الاتجاه الخاطئ. الآن مع الأسف بعض القيادات العربية تدعم بشار، بعضها. نعم. على تأييدها الروسيا. نعم. بعضها تدعم إيران والدور في فلكها. نعم. نحن لسنا من هؤلاء. نعم. ثم أقول لأبناء هذه البلاد خاصة. نعم. قدركم أنكم جبين الأمة وذروة سنامها وغرة تاريخها، وهذا القدر له ثمن. نعم. وهذا الشرف له ثمن. أنتم في مهبط الوحي ومنطلق الرسالة ومهد العروبة وقبلة الإسلام، ثم أنتم
في ظل دولة هي الوحيدة في هذا العصر نعم التي أعلنت احتكامها نعم إلى الكتاب والسنة في كل شيء، وإن وقعت أخطاء في التطبيقات ونحن نعم بشر، هذا الشرف لا بد له من ثمن. نعم نحن دولة سكانها 20 مليون، نعم نسكن في صحراء، نعم ما الذي جعلنا على قدم المساواة مع هذه الدول الكبرى؟ نعم هنا قوة اقتصادية نعم لكنها والله ليست هي، نعم بل القوة المعنوية والروحية نعم التي تجعل 1,600,000,000 في العالم يعتقدون أن قضيتنا قضيتهم، نعم وأننا نحن قيادتهم وقاطرتهم. نعم يجب أن هذا الشعب يدرك هذا الأمر وأن يرتقي إلى هذا المستوى، إلى هذا الشرف، وأن يتحمل مسؤولية هذا الأمر وراء قيادته. شيخ عوض، الشكر الجزيل لك ولأخي جمال خاشقجي، والأسف لم نستطع الاتصال بالمتداخل الثاني. الشكر متصل لكم أنتم أيضا سادة المشاهدين، ولا نملك أمام هذه المحن التي تحدث عنها ضيوفي اليوم والتي تحيط بنا من كل جانب إلا أن نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا ومقدساتنا وكل أوطان المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ونحن في هذه الظروف الصعبة والحروب التي نخوضها في اتجاهات شتى، وقد طمع يعني فينا القريب والبعيد بإحداث الفتنة في بلادنا هنا. الحقيقة بكل صدق وبكل أمانة أقول نحن مطالبون بما أشار الشيخ بالالتفاف حول قيادتنا، حول ولاة الأمر ومليكنا الحازم سلمان بن عبد العزيز. الكثيرون يسألون ما هو دورنا اليوم، نقول لهم بالدعاء لجنودنا وقادتنا بالسداد لخدمة ديننا ووطننا، ولا مجال أبدا للاجتهاد والتأليب وتثبيط الهمم، بل هي العزيمة والسداد والاصطفاف خلف القيادة، يحفظهم الله. نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.